أستاذ جلال، يعني شهود العيان يتحدثوا عن معركة حقيقية اليوم في جنين. إذن الاحتلال أراد معركة وأراد تصعيدا كبيرا، وهذا يدل على أن الاحتلال كان لديه بنك أهداف كبير. بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية تتحدث عن إزالة لخلية أمنية داخل جنين، هل بالفعل حققت هذه العملية أهدافها؟ جزئيا وللأسف نعم، أما على المدى المتوسط والبعيد فهي كما ذكرنا في المداخلة الأولى بأن التصعيد يلحقه تصعيد والدم يلحقه دم، لكن على ما يبدو بأنه لاستخلاص العبر إسرائيل متخوفة جدا من أن يتحول هذا التواجد العسكري الفدائي في مخيم جنين، في مدينة نابلس، في بعض قرى جنين، أن يتحول إلى العمل السري لا العلني، أي العمل تحت الأرض، بمعنى أن يقوم بالانطلاق نحو المحاور وبالتالي يستهدف الجنود الإسرائيليين والمستوطنين بكمائن، كما شهدنا في عشرات بل بمئات العمليات التي نفذت ضد الاحتلال. المقاومون حتى هذه اللحظة